بداية يعني نذكر أنه قبل أيام قلائل ومن نفس المنبر الإعلامي أكدنا نحن كقوات مسلحة وقوات دعم سريع، قوات أمن، قوات شرطة، كل القوات النظامية، أننا حريصين على ثورة الشعب هذه، وحريصين على أمن الشعب وسلامة كل المعتصمين. وأكدنا أن القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، لن تطلق رصاصة واحدة على أبناء شعبها، لأننا نحن ذاتنا جينا من رحم هذا الشعب. ما لم يكون هناك تهديد واضح للأمن، وكذلك إلا أن يكون هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لمنع الفوضى، أكدنا هذا قبل أيام ونؤكده الآن أيضا. لن نطلق رصاصة واحدة سواء من القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع أو أي قوات نظامية أخرى على أفراد شعبنا المعتصمين لأجل أغراض نحن ذاتنا معهم فيها. ولكن نكرر كذلك، لن نسمح بالفوضى، لأن الفوضى بعدين وبال على هذا الشعب، ما بيستحق الشعب السوداني يصل لمصير ما وصلت إليه بعض الشعوب حولنا. ولكن كما ذكر أخ شمس الدين، في تصعيد كبير جدا وفي استفزاز واضح لأفراد وضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، استفزاز واضح، كل عنا ميديا انتوا عندكم بتعرفوا اكثر مننا، واضح جدا استفزاز الضباط، توقيف الضباط برتبه عميد، يعني استفزاز بقدر اقول فايد حده، يعني استفزاز فوضوي. عساكرنا وضباطنا ما بيستحملوا الفوضى، نحن ذاتنا بنستحملها. وصل الى درجه اليوم نحن هذا التصعيد اللي ذكره شمس الدين، استشهد رائد في قوة مشتركة من الدفاع، من القوات المسلحة ومن الدعم السريع، يقوم واجبهم مكلفين به نظافة طريق النيل عشان يسهلوا الحركة لتسهيل حياة الناس، جاءوا موابل من الرصاص وصيب فيه أفراد راكدين في السلاح الطبي، يمكن يوريكم لهم الصور، واستشهاد رائد، والآن في نغيب مهندس السلاح الطبي حالته متأخرة جدا، ونحن متأكدين أن هذه الرصاصات الجات وضربت الناس دين لا رصاصات قوات مسلحة لا دعم سريع، وجات من الكوبري، وهنا في شهود عيان بعد شوية حيأكدوا الكلام ده، غادتهم الكارو معهم. فنحن نأكد لكم أيوة نعم، المتظاهرين والمعتصمين الجو لأغراض دين الآن بيناتهم في مندسين، بيناتهم في عناصر وعندها أسلحة. نحن عندنا لجنة بتاع التقصي حقائق عشان نأكد ده، عشان بعدين ما نتهم ذو ساي إن شاء الله. إخوانا إذا دارين القوات المسلحة والدعم السريع يقوموا بواجبهم، إذا دارين حفظ الأمن والحياة تمشي كما ينبغي، افتحوا لنا الشوارع دي، افتحوا الكباري دي، اعتصموا. أصلوا بدل الاعتصام ده ما في ذول حق أقعد صوم رمضان وصوم السدود وعيدوا وعيد عيد الضحية ذاته كله هنا ما في ذا سايكو، لكن ما تقفلوا لنا الشوارع، تقفلوا لنا، تعطلوا حياة الناس. الآن في ولايات بدعاني من عدم الوقود، عدم المواد التموين بسبب قفل الشوارع دي، ما برضو مواطنين هناك في دارفور في نيالو في دارينجي منتظرين الحاجات دي، فأفتحوا الطريق ده. نكرر تاني، نحن ما بنطلق لنا رصاصة واحدة على ذول مسالم، لكن اي فوضوي والله بنردعه، ولا بنكون مقصرين نحن. اذا في ذول شايل سلاح وبيتعرض للناس ويأذي الناس، ونحن ما قلنا واجبنا ده، نحن مخلص الكاكي، شو لنا حاجه غيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.